في اخر المباراه بعد المباراه كده جات لك لقطه وانت بتتكلم مع حد فيديو كول، كنت بتتكلم مين؟ دي مراتي. مراتك. وشها حلو عليك. الحمد لله، كل جمهور الحمد لله، الاهلي ربنا النهارده كان وشه حلو ويبارك. عليك. عانت معايا كتير برضه. ربنا دايما يا رب يوفقك ويكرمك كابتن اكرم توفيق، ربنا من الناس يخليك يا الرائعه رب. جدا والناس المجتهده جدا. لو حاجه بس اخيره قول لي. والنبي يا ريت، يلا براحتك هقولها. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لك اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، بمعنى عشان خاطر تبقى واضحه. تبقى واخد بالك او اوضحها. يا جماعه احنا مش ملائكه، تمام؟ ومحدش واسع على حد، وكل واحد هيتحاسب لوحده، كل واحد هيتحاسب لوحده. ففي الاول وفي الاخر ركز مع نفسك وركز مع حياتك، لان انت لو شغلت بالك بالناس هتفضل واقف مكانك. الرزق مكتوب والسعاده مكتوبه، وفي الاول وفي الاخر ده بايد ربنا سبحانه وتعالى مش بايدك انت بس. عندك حق مليون في الميه. حسب ما انا فهمت ده ليه علاقه بالحديث على امورك الشخصيه اللي حصل على السوشيال ميديا الفترات عموما. الاخيره، والله خلي بالك، والله العظيم شفت اللي حصل ده كله. والله ما هزلي شعرايا، لان في الاول وفي الاخر انت بتحسبها، انت عملت الصح ولا الغلط يا اكرم. انا برجع عاتب نفسي، هو انا مش مستنيك تيجي تقول لي انا عملت الصح، سواء انت قبلت ما قبلتش، عرفنا دي حياتي انا وانا حر فيها. وفي الاول وفي الاخر هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتب لكل واحد اللي بيحصل في حياته. ينفع اشاركك بس الجزئيه دي عشان بس عايز اقول حاجه مهمه، وانا عمري ما فتحت الامر ده وكان نفسي اتكلم فيه، بس بما انك انت اتكلمت فيه فافتحه. يعني احنا مالناش في لعيب الكوره غير ادائه في الملعب وشغله في ارض الملعب. امورك الشخصيه، حياتك الشخصيه فيها خير فيها شر، دي حاجه بينك وبين ربنا، وفقط علاقتك بينك وبين ربنا. مش من حق اي مخلوق في الكون انه يتدخل في اي امور شخصيه ليك، لكن اي حد يطلع يقول اكرم توفيق لعب ماتش حلو لعب ماتش وحش، براحتك قول زي ما انت ما تقول، لكن امورك الشخصيه بتاعتك وبس. انت قايمني في الملعب، بتاعتك وبس، دي قايمني في الملعب. صح، عندك حق. النهارده انبسط بقى يا اكرم، افرح مع لعيبه النادي الاهلي. مليون مبروك، مليون مبروك، مليون مبروك. ما تحرمش منك حبيبي، حبيبي يا كابتن، حبيبي يا كابتن اكرم توفيق نجم النادي الاهلي.